غدوة زوج من بعد غدوة أربعة وهكذا كل مرة بشكل مضاعف. كي لحقنا اليوم 30 اكتملت الحديقة هذه تعمرت كاع. واش من نهار الحديقة لحقت للنص 15 جور 15 يوم 60 يوم في 30 يوم عمرت كاع تعمرت. واش من نهار لحقت للنص ما قبل التعمر 22 60 احنا قلنا 30 ديجا تعمرت وين راحت تعمر. واش من يوم الحديقة لحقت للنص ما قدرش نجاوب على السؤال هذا. حديقة واش من يوم اكتملت في النص؟ لا يوم 30 اكتملت الحديقة هذه. واش من نهار لحقت للنص؟ واش من نهار لحقت للنص؟ وهاد الزهور هادو ينبتوا بشكل مضاعف. بشكل مضاعف ممكن كيما نقولوا حشائش. كيما الحشيش اسيدي معليش حشيش. المهم قلنا ينبتوا بشكل مضاعف. على اكزومبل اليوم زوج غدوة أربعة من بعد غدوة 8 26 يوم نهار 29 29 صح. بل ممكن في الربيع ينبتوا وفي الصيف يسقطوا يذبلوا ويبسوا. مشكله ماشي مشكله فصل مشكله زعما قلنا كي لحقت نهار 30 اكتملت الحديقه هذه تعمرت. واش من نهار لحقت الحديقه للنص؟ واش من نهار لحقت الحديقه للنص؟ هي يوم فصل الرابع. الله العظيم الله المتحدة يدوخ من هذا الإنسان هذا كبير. الواحد وعشرين مارس ممكن لحقت في النص تطلع بالضعف لما من نهار اللي قبل تالي شهر لا ده شهر هذا الشهر مدة فاتنا يعني في العشرين في شهر مارس ممكن في ماي أول ماي. واش من نهار ماشي واش من شهر واش من نهار بالسبت الرقم الرقم السبت الرقم نهار الأول نهار الزواج نهار الثالث. أنا إحنا قلنا نهار 30 تعمرت الحديقة هذه. واش من نهار يعني الرقم لحقت للنص لحقت للنص 21 يوم أقل ولا أكثر 27 سمعتك تزهر برك 26 كنت تخمم لها لوجيك ما برك واش من نهار لحقت فيه النص يسمى كي زاد الدوبل تعمرت في النهار الثالث في النهار 15 نزيد ولا نقص زيد 21 30 30 قلنا اكتملت 30 اكتملت واش من نهار لحقت للنص شهر و15 يوم لحقت للنص 30 نقص لها واحد شحال 30 29 مالا في 29 لحقت للنص يسمى لو كان الورود كل مره ينبتوا بشكل مضاعف يسمى 29 لحقت للنص غدوه ليه تضاعف تولي تكتمل ها في 29 لحقت للنص قد يسمى انا نعاونك يسمى كي تلحق للنص يسمى غدوه ليه تزيد تضاعف 29 كاينه رجل وزوجته كانوا في بيتهم في الليل. رجل كان يشوف التلفاز هي كتقرا في كتاب راحت الكهرباء صح الراجل مشى يرقد والمراه كملت تقرا كتابها نورمال. كيفاش دارت باش تشوف كتابها باش تكمل تقرا كتابها؟ ممكن دارت شمعه ما عندها الشمعة حافظة الكتاب كانت تقراه ومش حافظاته كانت تقراه تقرا في طابلت كيفاش راح تقراه ما ممكن كيما نقولوا بالك بالك جاها جني ها اش دار الجنون كيف راح تقرا الكتاب انا نظن حافظاته تقرا المخلوقة أول مرة تشوف الكتاب أول مرة تشوف الكتاب ممكن كشغل فيقها رب العالمين واكتشفت على الكتاب هذاك. كفاك ربك كم يكفيك وكفى كفى كمين كان منك لك تكر كر 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 الكر في كبد تبكي مشكشكش كل كل كائن لكلا
كفاك ما بي ما بكفى فالكافى كربته يكو يكو كابا كان يحكي كوكب الفلك فلك. كفاك ربك كم يكفيك وكفى وكفاتك كافاك ربك كم يكفيك وكافة كافا كيف كامين كان منك لك تكر كر تكر ككر الكر في كبدين تك تبكي مشكاكاتين ككل ككين لك ككاكا